بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا هو مهارة حل وإدارة المشكلات. سوف نتعلم من درسنا هذا اليوم مفهوم حل المشكلات، خطوات حل المشكلة، وتطبيق مهارة حل المشاكل في الحياة، وما بعد ميسرة لاكتساب المهارة. في المقدمة، يدفعنا واقعنا المتغير للتفكير في إيجاد طرائق جديدة تجعلنا نستجيب بشكل أفضل لمطالب هذا الواقع المتغير والتعامل معه بفعالية. قال تعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مواجهة المشكلات والتصدي لها تتطلب مقدرة على التفكير والتماسك النفسي، وهذا مهم لكل فرد، لكن الفرد المسلم يتميز عن غيره إن إيمانه يمده بطاقة عالية من الدفاعية تجعله مؤهلا لمواجهة المصائب. كما أن المسلم يحتسب أمره كله لله، فإذا صبر وكابد فهو لله ويطمع في رضوانه وحبه، فهدفه وغايته عالية وسامية وإن لم تتحقق في الدنيا. تعريف حل المشكلات، أو ما مقصود بحل المشكلات؟ إذا عرف حل المشكلات هو ماذا؟ نشاط حي يقوم به الإنسان ويمارسه للتغلب على مشكلة أو صعوبة أو معوق حياتي عبر اتخاذ قرار مناسب. إذا ما المقصود بالمشكلات هي ماذا؟ واحد، الشعور وإحساس وجود صعوبة لابد من تخطيها لتحقيق هدف أو تجاوز موقف. اثنان، علاقة مع أشخاص أو مواقف ينتج عنها حالة تناقض أو ارتباك أو عدم ارتياح. موقف: مريم طالبة في الجامعة، لديها مشكلة في فهم محاضراتها في إحدى المواد، وتصف مريم هذه المادة بالصعبة والجامدة، وقد ظهرت رغبتها متكررة في عدم حضور المحاضرات. قد تكون مريم لا تقوم بتدوين وتسجيل الملاحظات المهمة، لا تقرأ المحاضرات بعد خروجها من القاعة. وعندما سألنا مريم أجابت: أنا أقوم بتدوين لكل ما أريد من المحاضرة، وأعيد قراءة المحاضرات، ولكني أفقد التركيز وأجد المادة صعبة ومملة وتوقف عن القراءة. نستطيع القول أن مشكلة مريم هي في القراءة وصعوبة المعلومات، وسنحاول وضع البدائل لها للتعامل مع هذا الموقف أمام مريم. البدائل الآتية: تحذف المادة، تجزئ المحاضرات بفقرات تسهل قراءتها ومن ثم فهمها، تقارن ما تسجله مع ما تسجله زميلاتها، التردد على المكتبة في الجامعة تزويد بمراجع ميسرة، تنمية قدراتها على التركيز وتقوية الذاكرة، الالتحاق بدورات تخصصية في هذا المجال. كيف تساعدين مريم في إيجاد حل مشكلتها؟ يمكن لمريم هنا أن تجزأ المحاضرات في فقرات تسهل قراءتها ومن ثم فهمها، ومقارنة ما تسجله مع ما تسجله زميلة أخرى لها، وتردد على مكتبة الجامعة لتزويد مراجع ميسرة. أما في حال إخفاقها كل ما سلف ذكره، تقوم بالالتحاق بدورات تخصصية في هذه المجال.